السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظافة القاهرة نزلت بيان وتصريح النهاردة وقالت أي حد الكاميرات هتجيبه أو حد شافه بيرمي أي حاجة في الشارع غرامة 150 جنيه، غرامة فورية، ونزلوا بيان رسمي بكده وصدر قرار بأي حد هيعمل مخالفة هيرمي مخلفات في الشارع هيتم دفع غرامة 150 جنيه. سواء كانت بالتصوير كاميرات صورته أو حد من نظافة القاهرة، طبعا مجلس المدينة شافه هيدفع الغرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.